مدينة الكفرة نظمت احتفالية بمناسبة ذكرى تحريرها من كتائب القذافي، والذي يصادف 5 مايو من كل عام، وذلك بحضور المجلس البلدي ولجنة الحكماء والشورى والأعيان، إضافة إلى عديد من مسؤولي القطاعات وحشد من المواطنين. وبهذه المناسبة ألقيت عدة كلمات عبروا فيها عن تمسكهم بمبدأ ثورة 17 فبراير وبوحدة تراب الوطن، إضافة إلى إلقاء عديد من القصائد الشعرية. وتخلل الحفل عرض عدة لوحات جسدت حماس المعارك التي خاضها أبناء الكفرة وتصديهم لكتائب القذافي وتحرير المدينة، إضافة إلى مواجهات مع الأرتال التابعة للمعارضة السودانية، كما تم رفع صور شهداء المدينة الذين ارتقوا دفاعا عن الأرض والعرض. وفي نفس الحفل قامت الهيئة العامة للسينما والفنون فرع الكفرة ومؤسسة الوطن الجديد التراثية بافتتاح معرض للزي التقليدي والمأكولات الشعبية وتجسيد الحياة القديمة والعرس الليبي في الحياة البادية، إضافة إلى أجنحة أخرى للإسعافات الأولية والزراعة والكتب والأدباء.